أهدافكم الإنسانية والأخلاقية السامية اللي تهتم بأول نشأ في مجتمعاتنا. ما تعملون حقيقة شيء جبار. التعليم شيء مهم، وخصوصا لما نوظف التكنولوجيا. أصلا أنا كنت في وزارة التربية والتعليم حتى من نشأة القناة قبل تغيير اسمها. يعني أنا أبصم لك كذا إنه في أكثر من 70% اللي في المجال الإعلامي والتربوي والصحافة كلهم من وزارة التعليم. الإعلام صوت ودور في إيصال أي مسج تعليمي لأي فئة من فئات المجتمع. لاحظت أن عين تجمع بين الاثنين، حتى عندكم محو الأمية، وهذا الشيء وايد فاجأني للأمانة. وحبيت حتى كواليتي الإنتاج، أسلوب الإنتاج جدا جدا رائع. احنا في بلد عظيم وناس تشتغل بشكل رائع جدا وعظيم. قالوا لي قصة اللي صارت في الجائحة وكيف أنه من بكرة الموضوع صار الدراسي فعلا متواجد، العالم بدأت دروس ولا تعطلت الحياة ولا شيء. آخر قناة حقت الروضة يعني صغار شرحوا لي عنها، اللي يصير فيها تعليم وترفيه، وهذا صعب جدا أن الواحد يجمع بين التعليم والترفيه. حبيت فكرة قنوات عين، وحبيت لأن التعليم أساس كل شيء في الحياة. سمعت أن بعد في شراكة بينكم وبين الإمارات، وبالعكس هذه الشراكة تشرفنا وتزيدنا علم وثقافة. إحنا اليوم كل يوم كلنا نستفيد من بعض. انصدمت أولا 25 قناة ويمسوي من 2011 والمحتوى مركز على اللي هو المناهج للطلاب، الأمور اللي تجيهم في المدرسة وشكلها تعليمية. إحنا فعلا محتاجين مثل هالأمور.